بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي التلاميذ، عزيزتي التلميذات، سنبدأ إن شاء الله درسنا اليوم في مادة التربية الإسلامية مدخل الاقتداء للمستوى الثاني الوحدة الرابعة، وندعم إن شاء الله درس الرسول المبشر به. أعزائي التلاميذ، عزيزتي التلميذات، حينما تتلو المصحف وتجد هذه الآية لابد أنك تتذكر درسا قد درسته من قبل. لنقرأ الآية ونتذكر جميعا. وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة مبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. نعيد. وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. لابد أعزائي التلاميذ أنكم تذكرتم هذه الآية. إذن من خلال ما درسنا من قبل في هذا المدخل، من هو النبي الذي بشر بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم؟ من هو النبي الذي بشر بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم نعم أعزائي، إنه النبي عيسى عليه الصلاة والسلام. النبي عيسى عليه الصلاة والسلام بشر بني إسرائيل بقدوم رسول بعده وهو محمد صلى الله عليه وسلم. أحسنتم، النبي عيسى عليه السلام هو الذي بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا من بعده. انتبهوا معي أعزائي، ما هي العبارة القرآنية التي تدل على تبشير عيسى عليه السلام بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما هي العبارة القرآنية التي تدل على تبشير عيسى عليه السلام بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم؟ تذكروا جيدا. نعم، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. إذن هنا الرسول عيسى عليه السلام بشر برسول يأتي من بعده اسمه أحمد. أحسنتم، انتبهوا. لماذا ذكر النبي عيسى عليه السلام صفة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام لقومه؟ لماذا ذكر النبي عيسى عليه السلام صفة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام لقومه؟ تذكروا ما درسنا. نعم، ليعرفوه ويتبعوه إذا شاهدوه. ليعرفوه ويتبعوه إذا شاهدوه، ليعرفوا أن هذا الرجل هو محمد صلى الله عليه وسلم، ويتبعوا ما أمرهم به من أعمال خيرة وأعمال صالحة، وكذلك يفعلون ما يفعله هو من أخلاق طيبة يقتدون به في أخلاقه وفي أعماله.
أحسنتم ليعرفوه ويتبعوه إذا شاهدوه. أحسنتم. ماذا يوجد أسفل من غضروف كتفه عليه الصلاة والسلام؟ ماذا يوجد أسفل من غضروف كتفه عليه الصلاة والسلام؟ تذكروا البشارة التي تدل على أو العلامة التي تدل على نبوته. تذكروا جيدا ماذا يوجد أسفل من غضروف كتفه عليه الصلاة والسلام. نعم أحسنتم، خاتم النبوة. خاتم النبوة، نعم. إذن يوجد أسفل من غضروف كتفه عليه الصلاة والسلام خاتم النبوة الذي يدل على نبوته صلى الله عليه وسلم. أحسنتم جميعا. أحسنتم أعزائي التلاميذ، فأشكركم على حسن انتباهكم، وإلى لقاء قريب بحول الله.